الشيء الجيد سنبدا انا بالمدرب قبل اللاعبين، يعني لا ما كانش المدرب يعني يتحتم له في مرحله قال تقبل اللاعبين هذو ولا تروح، بالعكس احنا جبنا له مجموعه ولبينا له رغباته يعني باش نكونوا في الصوره، يعني بالاجتهاد ثاني الاجتهاد تاع الجميع، كل مش طلب الطاقم الفني حضرناه سوى سيارته او السكن تاعو او رواتب الشهريه تاعو كل شيء، يعني كنا عند الموعد تاعنا وتكلمنا معاه في الاول وحنا فارغتي فرغن احنا ما عندنا والو، تكلمنا بالجرأة بالكلام اتفقنا على اموال. اليوم المدرب نقدر نقول المدرب تاعنا مدرب رسميا 100% بالفق سيف، سواء اداريين او ماليين او كل شيء، يعني كل الامور مضبوطه مع الطاقم الفني، لا المدرب الطاقم الفني ككل.